شو الطوموبيل كيفاش ولات، شوفوا الطوموبيل كيفاش ولات. يعني هاد الطوموبيل كانت جايه بواحد السرعه جنونيه وكتدخل في الطوموبيلات، فحتى تقلبات هنا في الشارع، فالديباناج غادي تجي الله يدير شي تاويل ديال الخير. هادشي وقع الاخوان في طريق جديده، يعني الطوموبيل كانت جايه من المنطقه ديال عين الشق وجايه وكتضرب في الطوموبيلات حتى وصلت لهنايا لطريق جديده وتقلبات. واش تقطع لي الفران؟ واش في حاله غير طبيعيه؟ العلم لله. يعني الطوموبيل كامله تفرشخات، كلها تقلبات، ما بقى فيها والو، ما بقى فيها ما يدار. فرشخ بزاف ديال الطوموبيلات، ديباناجات راكم شوم واقفين، طوموبيل اخر يعني كليو 4 راها دخلات في التروطوار وتخمجات كامله من القدام. فالمصالح الامنيه راهم هنا بعين المكان، يعني باش غيديروا الاجراءات القانونيه، غيديروا الكونستا ديالهم بخصوص هذا الشيء اللي وقع هنايا في طريق جديده. يعني الطوموبيل السياط سياره فاخره جايه وكتخبط في الطوموبيلات في الشارع العام، ني جايه وكتخبط في الطوموبيلات. شو الحاله الميكانيكيه ديالها كيفاش ولات؟ يعني كلها تفرشخات الطوموبيل. يعني هادشي اللي وقع راه بحال البلان ديال مراكش، يعني غادي وكيضرب في الطوموبيلات، غادي وكيضرب في بنادم. فلولا الالطاف الالهيه لو كان سمعتوا شي خسائر في الارواح البشريه، نتمنوا خير ان شاء الله. على ما سمعت بان لومبيلونس يعني حضرات لاي مكان هزات لي هزات، وبقاو غير الطوموبيلات اللي مفرشخين. هادشي وقع هنا في طريق جديده، يعني من القنطره حتى لهاد البلاصه هادي، يعني على مقربه من هاد لي ستاسيون ديال ليسونس. ديباناج اللي غتهز راه هي هادي، يعني الطوموبيل كانت جايه بسرعه جنونيه، الطوموبيلات اللي قدامهم كاملين ضرباتهم، يعني كلهم تضربوا وتقلبات الطوموبيل، تقلبات هنايا في طريق جديده. يعني حتى جاوا المصالح الامنيه والناس مسؤولين عاد باش قلبوها. غيديروا معاه القانون، غيديروا معاهم الاجراءات القانونيه، غيديروا معاهم الاجراءات القانونيه، غيشوفوا واش الطوموبيل اللي وقع فيها شي مشكل او لا السيد في حاله غير طبيعيه. المهم هادشي كامل، يعني هاد الحيتيات غادي يوقفوا عليها المصالح الامنيه وغيديروا اللازم. غيديروا القانون. يعني غيطبقوا معاهم القانون فقط. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الله يدير شي تاويل ديال الخير. فما عرفناش بالضبط يعني واش كان في حاله غير طبيعيه، واش تقطع ليه الفران، واش شي حاجه، يعني ما عرفناش. اولا الليميتور دو فيتاس بقى مفعل، يعني ما عرفناش شنو واقع بالضبط. المهم اللي كاين هو ان طوموبيل جايه كتضرب طوموبيلات هنا في طريق جديده حتى تقلبات في هذه البلاصه هاي. بيدرو يا ربي دير شي تاويل ديال الخير. شت الطوموبيل كيفاش ولات؟ يعني الجهد باش جايه راه كانت جايه بشي سرعه جنونيه حتى تقلبات. واش الفران مشى؟ واش مولاها في حاله غير طبيعيه؟ ما عرفنا شنو وقع بالضبط. Thank you.
الطوموبيلات اللي ضرب راه كاينين في الجهه الاخرى، يعني كاينين في اللور ديال الشارع، يعني فين واقفين البوليس وفين واقفين الديباناجات لهيه تما. هادشي في طريق جديده